من منا لا يملك مرطبانا من العسل يتناول منه إما للتحلية أو لتهدئة التهاب الحلق؟ إلا أن هذه الحلوى المليئة بالسائل في الواقع لها آثار جانبية على صحتك قد لا تكون على دراية بها. اختصاصيو التغذية تحدثوا كثيراً عن فوائد وضع العسل في نظامنا الغذائي، وبالرغم من هذه الفوائد إلا أن هنالك آثار جانبية يجب الانتباه إليها، ولعل أبرز هذه الآثار هو الضرر الحاصل للأسنان واللثة. ومن هنا يجب علينا أن نراقب كميات العسل التي نتناولها بشكل يومي، لأن ضررها قد لا يختلف كثيراً عن ضرر أنواع السكريات الأخرى التي تضر بالأسنان. الفركتوز أو ما يعرف بالسكر الرئيسي الموجود في العسل من الممكن أن يكون خطيراً على صحة الكبد بحسب الأطباء، على اعتبار أن هذه المادة يتم استقلابها عن طريق الكبد، وهو أمر يعتبر خطيراً وخاصة للأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكبد. أما فيما يخص الاعتقاد السائد بأن العسل يقلل من أعراض الحساسية، فإن هذا الكلام وبحسب اختصاصيين يوصف بأنه أسطورة، حيث أوضحوا أن تناول العسل لا يساعد في حالات الحساسية، لأن حبوب اللقاح التي يجمعها النحل عادة ما تكون من الأزهار، وهي ليست قوية ولا تثير جهاز المناعة لدينا. وفي بعض الحالات قد يكون لهذا العلاج نتائج عكسية، حيث يساهم تناول العسل الخام بظهور أعراض الحساسية وخصوصاً عند شديد التحسس.